أياما قبل الافتتاح الرسمي للطبعة الخامسة عشرة للمهرجان الوطني للمسرح المحترف، أقامت اليوم محافظة المهرجان ندوة صحفية أجاب خلالها المنظمون على أسئلة الصحفيين التي تمحورت حول برنامج المهرجان والآفاق المستقبلية للمسرح الجزائري نظرا لأهميته في بناء المجتمع. الندوة نشطها مختصون ونقاد في مجال المسرح تحدثوا خلالها عن مختلف الفعاليات التي ستشهدها هذه الطبعة. احنا حاليا اليوم التقينا من اجل افتتاح الطبعة الخامسة عشر من مهرجان الوطني للمسرح المحترف الذي سينظم هنا بالمسرح الوطني الجزائري في الفترة الممتدة من 23 ديسمبر الى غاية الفاتح جانفي 2023. هذا البرنامج الذي يحمل عدة محاور منها عروض مسرحية ورشات تكوينية، من بين أهم الورشات التكوينية هي الحكواتي. نحن حاليا متواجدون في بناية تعود إلى سنة 1853 وبناية محي الدين بشطارزي المسرح الوطني الجزائري. هذه البناية في الأساس هي مصنفة ضمن المعالم الأثرية بالعاصمة، يعني يمكن أن تكون مكانا لزيارة السياح على اعتبار أنها تتميز بطابع عمراني خاص لا يمكن أن تجده في دول أخرى في أماكن أخرى، وأنا أعي جيدا ما أقول، يعني نشوف دور البناية في الترويج إلى العمل المسرحي. ثانيا فيما يخص العروض المسرحية، نعلم جيدا أن العروض المسرحية عادة تضطر إلى أنها تستعين بالموروث التراثي، فيمكن عن طريق الموروث التراثي الذي نجده ضمن التشكيل المكاني فوق الخشبة أو من حيث استعمال الموروث المسرود على غير الأغاني والحكي، هذه أجزاء من التراث الوطني يمكن أن تكون صفة من صفات السياحة ويمكن من خلالها التعريف بالمقومات التراثية للأمة. هناك علاقة وطيدة بين المسرح وبين السياحة، وحتى في مختلف مدن العالم تنظم لقاءات مهمة جدا بين دور المسرح في السياسة وعلاقة دور المسرح في السياحة وكذلك علاقة المسرح بالسياحة، يعني هما عاملان أو وجهان لعملة واحدة ويكملان بعضهما البعض. في المهرجان الوطني هي في نعتبرها كسياحة داخلية، فيها الناس يتنقلوا من مختلف مناطق الوطن لمتابعة العروض المسرحية هنا داخل الجزائر العاصمة، وفي أيضا مهرجانات تنظم خارج الجزائر العاصمة وإن في يتنقلوا من مختلف مناطق الوطن. لا يمكن أن نفصل السياحة عن الثقافة بصفة خاصة المسرح. وسيقام المهرجان في الفترة الممتدة ما بين 23 من ديسمبر 22 و2000 والفاتح جانفي 23 و2000.